السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أحبتي في الله مع قناة احفظ وتعلم. إن شاء الله النهاردة هنتدرب على لام الأمر، ودي من أحكام اللامات السواكن. طبعا احنا شرحناها نظري، اللي حابب يسمع الفيديو شرح تفصيلي نظري هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. بذكركم باللايك، لأن اللايك ده بيرفع الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان إن شاء الله يعني ننزل تدريبات كل ده. نتدرب على لام الامر لان في ناس كتيره قوي بتتلخبط فيها. احنا الاول نعرف لام الامر. كنا قايلين ان لام الامر ايه؟ هي لام ساكنه، تمام. طبعا احنا بنتكلم عن اللامات السواكن، وقلنا اللام الساكنه شكلها ايه؟ لام خاليه من الحركه او عليها ايه راس حاء. فدي اللام الساكنه اهي، خلاص بتدخل على الفعل المضارع. يعني شوفي الفعل المضارع الاول، دي الفعل المضارع بتاعنا ايه؟ يقضوا، ده كده فعل مضارع. طيب دخلت عليه لام الايه؟ لام الساكنه. طيب ينفع ان انا ابدا بلام ساكنه في اللغه العربيه؟ طبعا العرب لا يبدا بساكن ولا ينتهي بمتحرك، فمش هعرف ان انا انطقه. فعشان اعرف انطق اللام الساكنه دي لازم اسبقها بحرف عطف، بحرف عطف من حروف الايه؟ العطف الثلاثه اللي هي ايه؟ واو او ثم او فاء. فلقيت هنا في ثم، بقى ثم ليقضوا، ثم ليقضوا، يبقى هنا اصبح ايه؟ اصبحت لام امر. يبقى لام الامر بتدخل على الفعل المضارع مسبوقه بحروف العطف الثلاثه ثم او فاء او واو. طب مثال كمان نفس الايه، وليوفوا. فين الفعل المضارع هنا؟ الفعل المضارع يوفوا، دخلت عليها لام ساكنه، ينفع لازم اسبقها بحرف عطف، يبقى هو الواو عشان اعرف انطق اللام الساكنه. بقت وليوفو، يبقى هنا اللام هنا لام امر مظهره. طيب نفس الحكايه في نفس المثال، ادي فين فعل المضارع هنا؟ يطوفوا، دخلت عليها اللام الساكنه. طيب ينفع انطقها اولها؟ لا، يبقى اسبقها بحرف عطف، بقت ايه؟ وليطوفوا. وهي لام ساكنه تدخل على الفعل المضارع لازم تكون ايه؟ داخل على فعل مضارع. يبقى ده اول ما تشوف الاول لام ساكنه، شوف الاول داخل على فعل مضارع ومسبوقه بحرف عطف واو او ثم او فاء، يبقى دي اسمها لام ايه؟ لام امر مظهره. طب الحكم فيها ايه؟ الحكم فيها الاظهار دايما على طول، ما فيهاش ادغام، يبقى على طول لام الامر ايه حكمها؟ الاظهار. تمام كده، يبقى بسهوله جدا عشان في كتير قوي بتلخبطوا فيها. تاني احنا قلنا لام الامر هي لام ساكنه تدخل على الفعل المضارع مسبوقه بحرف العطف. ليه؟ لان ما ينفعش ان انا ايه انطق اللام الساكنه الا مسبوقه باي حرف عشان اعرف انطقها، يبقى مسبوقه بحروف العطف اللي هم ثم او واو او فاء. بس كده، دي باختصار وحكمها الاظهار. اللي حابب بقى يسمع الشرح ان شاء الله هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. ما تنسوش الاشتراك واللايك، وتشتركوا في القناه الثانيه، هتنزل لكم بالاسئله فيديوهات قصيره عشان تتدربوا اكتر من القران الكريم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.